أهلا بكم مشاهدينا. يعني من خلال انطلاق فعاليات منتدى التعاون الصيني الإفريقي في دورته الرابعة، يعني كانت مصر مشاركة بقوة في فعاليات هذا المنتدى، وفي إطار سعي مصر والصين في هذا التوقيت إلى تعزيز الشراكة فيما بينهم في شتى المجالات. يعني تم ترفيع مستوى الشراكة ما بين مصر والصين إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام منصبه، وبالفعل ونحن نحتفل بمرور 10 سنوات على ترفيع هذه العلاقات. يعني تسعى مصر إلى تعميق والتوسع في هذه العلاقات في شتى المجالات. اليوم كان هناك العديد من بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها ما بين وزارة الاتصالات والعديد من الشركات الاستثمارية الكبرى في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. للتعرف على كل هذا معنا ومشرفنا الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، اهلا وسهلا بحضرتك. يعني من خلال فعاليات هذا المنتدى وتوقيع العديد من البروتوكولات، كيف ترى أهمية هذه الشراكة وأهم البروتوكولات التعاون التي تم توقيعها اليوم؟ شكرا على الاستضافة الكريمة. بالفعل اليوم يعني شهدنا توقيع 5 اتفاقيات تعاون في منتهى الأهمية مع 5 من كبريات الشركات الصينية، ما يؤدي إلى تعزيز التعاون الفعال والبناء مع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع التصنيع الإلكتروني في الصين. المذكرات التعاون اشتملت على أكثر من محور كلها في غاية الأهمية. المحور الأول هو محور تصنيع كوابل الألياف الضوئية وأجهزة الاتصالات. تعلم حضرتك أننا نتوسع بشكل مضطرد وضخم في إحلال شبكات النحاس بشبكات الألياف الضوئية، أيضا نسعى إلى مد شبكات الألياف الضوئية في مختلف القرى والمدن المصرية. كل هذا يستلزم كميات ضخمة من كوابل الألياف الضوئية. كان التوجه أننا نبدأ في تصنيع هذه الكوابل محليا. بالفعل بدأنا منذ بضعة سنوات في تشجيع القطاع الخاص على بناء أكثر من مصنع لكوابل الألياف الضوئية. اليوم وقعنا اتفاقيتين، اتفاقية مع شركة بالفعل لديها مصنع قائم في مصر قوامه 3 مليون كيلو، ستبدأ في إنشاء مصنع آخر لإنتاج 3 مليون كيلو من كوابل الفايبر، نصفها للسوق المحلي والباقي للتصدير للدول المجاورة من مصر. هناك شركة أخرى ستبدأ لأول مرة في إنشاء مصنع لها على 10,000 متر مربع لإنتاج 3 مليون كيلو متر من كوابل الألياف الضوئية بإذن الله في العام القادم. كذلك مصنع ثالث لإنتاج أجهزة الاتصالات الفرعية أو الثانوية التي تركب في البيوت، لأننا سنتوسع أيضا في مثل هذه الأجهزة، فلابد أن ننتجها محليا حتى يعني تنهض الصناعة الإلكترونية في مصر، وفي نفس الوقت يعني نوفر عملة صعبة ونخلق فرص عمل لشبابنا في هذه المصانع. محور ثاني في الاتفاقيات التي وقعت اليوم كان في مجال التعهيد. تعلم سيادتك أن التعهيد واحدة من أهم محاور استراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونسعى دوما لجذب المزيد والمزيد من الشركات من مختلف دول العالم لإقامة مراكز تعهيد لها في مصر. اليوم وقعنا أيضا 3 اتفاقيات لإقامة 3 مراكز تعهيد في مصر. المركز الأول قائم بالفعل قوامه 800، سيزاد إلى 1400 في مجال الدعم الفني. سينشأ مركز آخر مع شركة من أكبر الشركات الصينية لإنتاج البرمجيات في مصر، ومع شركة ثالثة أيضا من يعني الشركات الضخمة في مجال التصميم الإلكتروني، سننشئ مركز لتصميم الدوائر الإلكترونية في مصر. المحور الثالث في الاتفاقيات التي وقعت اليوم كان في مجال التدريب. وقعنا اتفاقيات لتدريب أكثر من 2500 شاب مصري في خلال العام القادم على مختلف تقنيات الاتصالات مع مختلف الشركات. كذلك وقعنا اتفاقيات لمد مدى
مدارس وي التي أصبحت تقريبا موجودة في كل محافظات مصر، وأيضا المعهد القومي للاتصالات. ستمد شركات الصينية المعهد القومي للاتصالات بكل فروعه ومعامله، وكذلك معامل مدارس وي بأجهزة قياس ومعامل اتصالات على أعلى مستوى من الناحية التقنية والتقدم التكنولوجي. مستمرون في يعني التعاون مع كل الدول المتقدمة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. طبعا الصين، انا لسه كنت اسال معليك عن تعزيز وتنميه صناعات التكنولوجيا في مصر في هذا التوقيت، واهميه توطين هذه الصناعه. قطعا في منتهى الاهميه ان نوطن الصناعات التكنولوجيه في مصر، سواء يعني تعلم سيادتك ان احنا بالفعل بدانا في خطه لتوطين تصنيع اجهزه المحمول في مصر. لدينا اربع يعني ماركات او اربع مصانع من اكبر خمس مصانع، يعني المصانع الخمسه لدينا منها اربعه تصنع الان في مصر او ستصنع في بدايه العام القادم. بالفعل يعني المصانع القائمه تنتج، والمصانع التي مخطط لها الدخول في الخدمه في 2025 في المراحل الاخيره من تركيب خطوط الانتاج الى اخره. ايضا نتوسع كما قلت في التصنيع الكوابل الالياف الضوئيه، وايضا تصنيع النهايات الطرفيه من اجهزه الاتصالات. الهدف ان تكون لدينا منظومه متكامله لتصنيع بنى تحتيه معظم كاملة. بالضبط معظم عناصر البنيه التحتيه للاتصالات. يمكن مصر قطعت شوطا كبيرا في الخدمات الذكيه ورقمنه الخدمات وتطوير هذه الخدمات في مصر. ما الخطط المستقبليه في تطوير والاستكمال مسيره رقمنه الخدمات والمنظومه الذكيه؟ الحقيقه يعني لدينا خطه واسعه في هذا المجال، يعني ترتكز على عده محاور. المحور الاول هو زياده عدد الخدمات. لدينا الان 170 خدمه تقدم على منصه مصر الرقميه، ان شاء الله سنزيدها الى 200 قبل نهايه العام الحالي باذن الله. كذلك نسعى الى تقديم التقنيات وطرز العمل الحديثه مثل التوقيع الالكتروني عن بعد والتعرف على الشخص عن بعد، الهوية الرقمية. كل هذه الآليات الهدف منها هو تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين دون أن يستلزم ذلك حضورهم إلى مقر حكومية التي تقدم هذه الخدمات. تصنفنا في المنظومة الذكية وسط يعني التقدم التكنولوجي في مختلف دول العالم، هل يعني الشوط الذي قطعناه يصنفنا في تصنيف عالي في هذا التوقيت؟ الحمد لله، يعني احنا في مثلا مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي قفزنا 50 مركز في الثلاث أعوام الماضية. في مؤشر الجاهزية الرقمية للحكومة كنا في المرتبة جيم حسب تصنيف البنك الدولي في عام 2018. في عام 2020 صعدنا إلى المرتبة به. في عام 2023 صعدنا إلى المرتبة ألف، أعلى مرتبة، دوما بإذن الله نظل في المقدمة. أخيرا دكتور عمرو، يعني كيف تصف إقبال الشركات الكبيرة خاصة من الجانب الصيني في هذا التوقيت على الإقبال على الاستثمار في مصر خاصة في المجالات التكنولوجية وفي هذا التوقيت تحديدا؟ يعني دعنا يعني ننتهج منهجا علميا في تحليل أسباب إقبالهم على السوق المصري حتى لا يكون يعني الحديث يعني مختلط. هل السوق المصريه جاهزه؟ ما اعني جاهزه وجاذبه، ودعني اقول لك لما هي جاهزه ولما هي جاهزه. جاهزه وجاذبه اولا لانه هو سوق ضخم، وبالتالي هو جاذب ومثير للاهتمام لكل الشركات. اي شركه تسعى لاقامه مصنع او اقامه مركز تعهيد او استثمار في دوله تبدا في دراسه مجموعه من العناصر: الاستقرار، نمره اثنين وجود كفاءات وقدرات بشريه في هذه الدوله التي تستهدفها، ثم سوق يستوعب ما تنتجه من خدمات او منتجات. الحمد لله العناصر الثلاثه متوفره في مصر، بل يعني مصر تقدمها بسخاء وباستفاضه، وبالتالي فعلا هو سوق جاذب.
دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، دائما ما تسرينا بالمزيد من المعلومات. يعني كل التوفيق لحضرتك. شكرا لحضرتك. أشكرك على الاستضافة الكريمة، ودوما شكرا نلتقي على خير إن شاء شكرا الله. يا فندم.